الشاي تسلم ايدك يا حياه. تسلم ايديك يا حياه. اتفضل يا اخويا. بس احنا عايزين نشرب الشربات بقى. ليه؟ هو انت نويت تتجوز تاني يا حاج؟ قولي يا عاشر. في حاجه يا نهار؟ لا يا حاج. مبروك يا اخويا مقدم. الله يبارك فيك يا حبيبي. يا حاج طب فهمنا بس شربات مين؟ بصريح العباره كده وفي وسط اللمه والدفى اللي انا حسيت بيه هنا طقت في نافوخي فكره قلت الله. طب ما الفكره دي تلم الشمل وتصفي النفوس وتوصل الود اللي قطعه الزمن. فكره يا حاج شوهتنا. انا اقول لك سلو عيله الصياد على مر العصور والزمن. ابويا قشره. ايوه. الست لما يموت جوزها اخوه اولى بيها. فانا جاي اطلب ايد مرات عمي لابويا ونلم عيش على ام الخير. ونفرح بقى. استني يا اختي قبل ما تفرحي، عيشك مين يا قاري انت وام الخير مين؟ وبعدين بقى من عيله الصياد عمري ما سمعت عن السلو ده. اتقل بس ده. امي تتجوز عمي؟ ده لا يمكن ابدا. ترى ايه يا جماعه؟ ما نسمع الكلام للاخر. يا ابني اصبر. انا نفسي اول ما سمعت الفكره في الاول اتخضيت. اه والنبي ياما اتخض. انما ما دورتها في دماغي لقيتها سليمه 100%. ازاي؟ اقول لك. ابويا راجل وحداني ومرات عمي ست وحدانيه وغلبانه ومنكسره وضعيفه، واحنا ولاد عم. صحيح كان بينا مشاكل لكن ربنا قدر انه يزيلها، والرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ما تصلوا عليه. عليه افضل الصلاه والسلام. من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وانا ابويا الحمد لله في استطاعته كتير وصام اكتر. يا عم انا عاوز اصوم، انت مالك؟ الصراحه يعني يا حاج انت ما بقتش حمل صيام ولا شفان ريه. لا يا اختي الصيام صحه بدل ما يجيني حلو. ما تروق بقى الله يرضى عليك وتبني صفاتك. اللهم شكلها عاجبك. هي الست ايه غير اكل هنيه تسري وتمري في البدن. ايه انت بتقول ايه يا حاج؟ ايه اللي انت بتقول؟ ايه ايه ياما متردده ليه؟ ده حلال وشرع ربنا. حد يجي له حلال لحد عنده ويقول له لا؟ ايوه بس الموضوع ده محتاج تفكير وهدوء في التراسينا. لا سوء تفكير ايه؟ سوء في حد هيخاف على امك زي عمك؟ الله يفتح عليك. احنا ولا نفكر ولا يحزنون، احنا نتوكل على الله ونقرا الفاتحه وتحت امرك يا تسوي من جنيه لاي رقم انت عايزه. ده الحاج منعم الصياد ومرات عمي حماتي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، نقرا الفاتحه يا جماعه. ايوه بس تقول لك بس صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. مبروك يا نهار. يبارك لك يا اخويا ان شاء الله ويتممها لك بخير. ومين هيتجوز مين يا ابني؟ انا مش ممكن اوافق على الكلام ده ابدا. شغل التلات ورقات والتدبيسه اللي عملها لنا عشان يورطنا في قرايه الفاتحه مش هيجي معايا. انا امي لا يمكن تتجوز بعد ابويا ابدا. ايه ده يا عم فريد شاوي؟ بطل جعجعه فاضيه. انا مش عارف اساسا انت موافق ازاي يا ابني. مين قال لك ان انا وافقت؟ انا لسه بفكر بقلبها في جمجمه شعبان. بتفكر في ايه؟ هي دي محتاجه تفكير ولا هتعمل لي زي العيل الصغير لهبل ابو رياله اللي فرح بقرايه الفاتحه وقعد يقراها معاهم؟ يلا يا عمرو بيدور على مصلحته واحنا كمان لازم ندور على مصلحتنا ومنظرنا قدام الناس. ياد لما يكون معاك فلوس ما حدش هيشوف لك عيب، واحنا اول حد امه تتجوز. بقول لك يا تسوي انا الكلام ده مش داخل نافوخي اساسا. بص يا شعبان احنا لازم نهدى كده ونفكر بالعقل ونشوف المصلحه فين. هات له شاي يا ابني. انا يا استاذ دسوقي. شكلها جايه معاك الجوازه ده يا تسوي. عايزين نستر امك يا شعبان. مش احسن ما تهرب تتجوز من ورانا؟ اسكت يا شعبان. تهرب؟ يا نهار اسود. حرام عليكي نفسك يا ام، ده انت لسه زي القمر. ما يغركيش حبه الشعر الابيض اللي طلعوا بالغلط ولا شويه الصحه اللي خسعوا سنك، لكن العمر لسه قدامي. ليه عايزة تدفني نفسك في واحدة ملهاش طعم؟ مش المثل بيقول الحية بقى من الميت؟ خلاص ما تبصيش وراكي بقى، بصي قدامك ياما. صدقيني ده انت ضيعتي عمرك في شوية وهم فاضي ومشاكل، سبتي نفسك لكلام عيالك
وبعدين يما، وبعدين يا حسنات. وعليكم السلام. اتفضل اتفضل يا حاج. يا رب يا ساتر. انا قلت اجي اتكلم معاك بعيد عن دوشه. اتفضل يا حاج، دقيقه واحده مش هتاخر، هي دقيقه واحده. خد راحتك. ليه عايزه تدفني نفسك في وحده ملهاش طعم؟ مش المثل بيقول الحي يبقى من الميت؟ خلاص ما تبصيش وراكي بقى، بصي قدامك يما صدقيني. بجد يا عمر؟ حقيقي؟ لا احلى خبر سمعته في حياتي بجد. انت بتشتغلي؟ اكيد بتشتغلي صح؟ بشتغلك ايه؟ بقول لك دفعنا التامين خلاص، يعني خلاص كلها كام اسبوع ابقى اهم راجل اعمال في الجامعه. طب وايه ده، وعمك اتصالحته؟ مش كان في مشاكل ما بينكوا وبتاع؟ ما خلاص المشاكل اتحلت، وبعدين انت عارفه عمي اصلا هو بيحبني ونفسه يساعدني. كويس الحمد لله. انت عارفه يا دينا، نفسي حلمي اللي انا اعرف ارد له الفلوس اللي هو اديها لي، يا رب بس يقدرني واقف على رجلي كده وارجعه له. على فكره بجد يا عمر انت بتجنن في كل حاجه. انت عارفه انا مش عايزه اكتفي بموضوع الاكل والشرب اللي في الكافيتيريا دي. اساسا الكافيتيريا هيبقى فيها ايه تاني غير اكل وشرب وكده؟ يعني ممكن مثلا نجيب مكنه تصوير وتغليف كمان، ويا سلام بقى لو عرفنا نجيب مكنه كمبيوتر، اي بقى حد عايز يطبع حاجه في السريع ومستعجل نطبعها له وكله بحسابه. طب مش تستنى كده لما الدنيا تشتغل شويه؟ ما هو عشان نشتغل لازم نبقى مختلفين عن اللي موجود. وفين الاختلاف بقى؟ اذا كان اصلا قدام الجامعه مفيش اكتر من الناس اللي عماله تصور وتطبع وتغلف، ما احنا مختلفين في ايه؟ يا هبله الاختلاف اللي احنا جوه. يعني مثلا لو واحد مستعجل وعايز يطبع حاجه هيطلع بره؟ لا يجي لنا، احنا بقى نظبطه بسندوتشات وعصاير وكده. انت ايه يا اخي؟ انا بحلم بس على قد. انا مش موافق على الجوازه دي ولا على لعب العيال اللي حصل. احنا ناس كبار ولازم نحسب الحكايه دي. ايوه هو كده بالظبط. اول ما تيجي هقول لها الكلمتين دول خبط لزق ونخلص بقى. خبر اسود بقى على اخر الزمن هتجوز حسنات. حسنات راحت فين بنت السيئه دي؟ لا مؤاخذة يا حاج إن كنت اتأخرت عليك شوية. تشرب إيه؟ أنا مش جاي عشان أشرب. إيه ده؟ معقول؟ خير يا حاج؟ في حاجة؟ لا أصل زي ما تقولي الوردة خلت عيني. عينيك هي اللي حلوة. قصدي لا مؤاخذة يعني تهيألي إن حضرتك يعني متلخبط شوية. لا أنت اللي اتبدلتي خالص. تحبي تشرب إيه؟ تحبي تشرب قهوة؟ قهوة؟ أنا بقول نشرب شربات. أصل نفسي رايحاله قوي اليومين دول، ولا إيه؟ مش برضه شربت؟ وربي ما شربت شربت. فواز. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام يا ابني. اتفضل. خير يا فواز؟ ايه اللي جابك السعاد يا ابني؟ خير خير يا حاج، انا قلت اجابت معاك الليله دي وبكره بقى ان شاء الله ابقى اجهز من هنا. ايه؟ اخبار يعني بقصر الشر. مش طالبه كلمه من دي ولا لاوي تبوز من دي. انا لسه هشوف بلاوي. اما في ناس جبانات بشكل وانا مش عارف في ايه. فواز انت قبلي مش قلت لي خلاص هم عرفوا وانت مش همك حاجه؟ قلقان من ايه وخايف من ايه كده؟ مش خوف يا حاج ولا قلق، ده الحرص منه. طب يا عم الحريص خش شوف لك حاجه تنام فيها على ما اعمل لك انا لقمه. لا 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 لقمه ايه، انا اتعشيت خلاص. لو عايز تقوم كمل لوم انت.
نوم ايه يا واد؟ نوم ايه؟ انا اصلا مش جاي نوم، ده انت جيت لي نكدب. ايه في حاجه ولا ايه؟ اتعين؟ اجيب لك دكتور؟ يا عم ارحمني من السيره دي. دكتور ايه؟ ما انا زي الجن قدامك اهو. الدكتور انا بس اصلي بفكر شويه ودماغي مشغوله حبتين. دماغك مشغوله بايه؟ فواز. ايوه فواز. ايوه يا حاج. اجيب لك دكتور يا حاج. يا ابني ارحمني من السيره دي قلت لك. الله في ايه؟ ده فال مش كويس حتى. فال؟ ايه الكلام الجديد ده؟ انا فواز الزهر هحصلك في جمعتك. حبيب قلبي الحمد لله على السلامة. اعرسك بقى في ركبتك عشان احصلك في جمعتك. يا ابني ما انت رايح تتجوز بكره. اه صحيح. تاني بعدين يعني. تاني ولا تاسع وعاشر ارحمني بقى. سيبك انت يا حبيبي. تعالى لي في حضن ابنك حبيبك. تعالى. ياه لو كنت قلت لي وانا جاي. ايه كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت عملت حسابك يا حاج. لا 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 لا. ايش 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 ايه الكلام الكبير ده يا عم؟ مش حياتك، ده احنا اتطورنا قوي. عليا النعمه اللي كنت شفتك بالبدله دي قبل ما اتجوز كان ممكن افكر فيه ولا في البدله. مش فارقه، الاتنين شكلهم جديد. الله الله الله، ده ايه الخفه اللي ربنا اداها لك فجاه دي؟ وانت ايه الشياكه اللي ربنا انعم عليك بها دي من غير مناسبه؟ المناسبه المناسبه كده بس. مش هقول لك. اخص عليك يا شحاته، هو احنا مش متفقين اللي يعرف حاجه يقولها للتاني؟ ماليش مزاج هسيبك تفضلي على كده. اخص عليك بقى الرخامه بقى. هي المناسبه والنعمه انت اللي رخمه قوي. بس هقول لك ريك. يعني ايه الرابعه تاني؟ مش غريبه قوي ان يكون فرح اخوك فواز النهارده وما يعزمناش؟ يعني هي اول ولا اخر جوازه يا علي؟ ما انت عارف فواز ما بيحبش الهيصه، بيحب يخلص بدري بدري. ايوه بس انا سمعت ان اهل العروسه عاملين فرح ومعازيم وليله يعني. اه ابويا قال لي، وقال لي كمان لو عاوزه تيجي تعالي، بس انا بقى اللي قلت له بلاش. بلاش ليه؟ مش عاوز اخسر انهار يا عادل. انهار برضو بنت عمي وحبيبتي وليها جمال كتيره في رقبتي. ما ينفعش بقى اروح اهيص في فرح واحده هتبقى درتها، عيب. اللي انا بقى مستغرب له اخوكي ورث ده الجواز الكتير ده من مين؟ هو طول عمره كده يحب الستات موت. انا فاكره واحنا صغيرين كان ليه مغامرات قد كده، بس الحمد لله بقى ربنا هداه وبعده عن اي حاجه حرام. من يوم ربنا ما اداله وهو كل ما يحس بحاجه ناحيه واحده يتجوزها على طول، وهو شرع ربنا. ايوه يا بنت، بس شرع ربنا ما قالناش يعني نتجوز عمال على بطال كده. ربنا ادى للرجاله رخصه الزواج من اربعه في ظروف معينه، مش اي كلام يعني. يعني مش اي واحد معاه قرشين يوم رايح يتجوز. نعم يا اخويا، يعني ان شاء الله. يعني انت لو جري في ايدك قرشين هتروح تتجوز عليا؟ انا بقول لك ايه وانت بتقولي ايه يا بنتي؟ اذا كنت بنتقد اخوك شخصيا. اه بحس. تعرف يا علي لو الشيطان لعب في نافوخك يوم انا هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه؟ لا ولا حاجه يا اخويا، هتلاقي نفسك متكون في حفره متر في متر وعليها شويه تراب، ولا قاعده بالعيله ولا العيله. يا ساتر، ده انت طلعت مفتريه. خش يا سماح. العشاء جاهز يا قبل. طيب يا حبيبتي روحي اعملي لنا شاي على بال ما ناكل. حاضر. استنى يا سماح، اتعشيتوا ولا لسه؟ لا لما تتعشوا انتوا الاول. لا روحي اتعشي وبعدين بيعلقي على الشاي. حاضر. ايه يا علي؟ ايه؟ انت فاكرني هجوعها يعني؟ لا يعني بس مش عاوزين نشيل ذنبها، دي امانه في رقبتنا دلوقتي وهنتسيل عليهم الايام. ماشي يا اخويا، ربنا يقوي ايمانك. يلا بقى قبل الاكل ما يبرد. يلا بس بقول لك ايه، ما تتقلش في العشاء.